سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة، قرين المصيبة الراتبة. السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم ما كر ذو بأس له متقدما إلا فر ورأسه متقدم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا. نعمين أبو فضل فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، صبغ الخيول برمحهم، صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأذهم. ما كر غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء أعظم. بطل بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلال ترغم. وينك أبو فاضل أو تشتكي العطش؟ الفواتم عنده صاحب غيرة صاحب حمية ما يرضى أبو فاضل. أو تشتكي العطش؟ الفواتم عنده وبالصدر صعدته الفرات المفعم. قل يا نور العين ذر خصن العزم هاج، مالي يا خويا عنور ذي المشرع علاج.
قصدي أروم هالذي من فيض لو ذاج طفلك يا خوي حسين فتقلبي بوني يا حسين سكن بطفلك الملهوف جتني يا بس لسانه وحالته والله شع حال العزيزة وحال أخوها شلون فتني تجذب الولى والرضيع يذير هلت مدامعها يا خويا ووقفت حذاي ترتعش وتقلي يا عمي ذايب حشاي منذ الثلاثة أيام والله ما ضقت ماي وإحنا يا خويا الموت لازم وارد يقل يا قطب الحرب يا شايل حمل خلى يا خويا من العطش يهلاك ايوان الولى طفلنا الله يا عين الجيش لا تشتت شملنا بعدك يا خويا تميل عدوانك تذري يا خويا وحدتي بعدك مجيذا وانت يا خويا الجيش سردالو تذري الأخو للموت ما يسلم عضيدة والحيد يضعضع من فارق عوي يلا يا خويا تموت نسوتنا ضمايا واحنا يا كهف الخايف اليوث وشفايا يا حسين ذر خصلي انا كيس الرواية خيك جيب الماي لو تقطع حسين درخص لي انا لهاليام مدخول والله بالمطهام لدوش خذود صدور تدريب هالتربة وتدر اليوم عاشور بالغاضرية النمرة من قاصدي لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم قبل أدخل في المجلس أعتذر من الجميع التأخير شوية صار عطال بالسيارة فتأخرت عليكم المعذرة إلى الله وإليكم احتار المؤرخون في توصيف شخصية أبي الفضل العباس صلوات الله عليه هذه الشخصية العظيمة
الشخصية المناقبية التي بنت نفسها بنفسها. وترى أكيد إلى الأم وإلى الآب دور كبير في تنشئة هذا الرجل العظيم. أكيد واحد بيقول واحد أبو أمير المؤمنين إيش بيطلع؟ أقول لك لا، انتظر شوي، انتظر شوي. أمير المؤمنين صلوات الله عليه، نعم الأب، نعم الأب، إمام معصوم مفترض الطاعة، لكن سر الاختيار الذي جعل علي بن أبي طالب يأتي بأم البنين من رحم البادية إلى شوية إلى التمدن، ذلك اليوم المدينة تعتبر تمدن مقارنة بالبادية، إلى المدينة المنورة، وإذا بتلك المرأة اللي جاية من البادو تتفوق على جميع نساء أمير المؤمنين. التاريخ يقول أمير المؤمنين تزوج إضافة إلى أم البنين بتسع نساء، عنده تسع نساء وعنده أولاد أمير المؤمنين، لكن لما اتجي إلى أولاد أم البنين يشار إليهم بالبنان، خلوا الحسن والحسين لوحدهم، لكن بقية أولاد أمير المؤمنين الأب واحد، لكن القضية ترى في الأم. وحتى ترى حتى هذه الأيام ترى الأم لها الدور الأكبر. إحنا ما بنسبق الأحداث، يوم الغد إن شاء الله لنا حديث مفصل، لكن كشيء يذكر الوالد انشغالاته أكثر شيء خارج المنزل في العمل هنا وهناك، اللي يجلسوا تجلس ويا الأولاد هي الأم. لذلك البصمة الرئيسية في تربية الأولاد، في أخلاقهم، في عطائهم، في إيمانهم، ترى الأم، الأم إلى جانب الأب طبعا، بس الأم بالدرجة الأولى. 24 ساعة هي أمامهم ويشوفون تصرفاتهم. فأم البنين تميزت عن بقية. ليش تميزت؟ قال المؤرخ لأنها بنت نفسها بنفسها، هي مو جاية من تلك العائلة اللي يعني اللي خلاص كلها أم، أو لا، جاية من عائلة عادية أم البنين. ولو أن والدها، تقول الروايات، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، كان يرسله إلى السرايا الاستكشافية، قائد السرايا الاستكشافية إلى النبي هو والد أم البنين حزام بن خالد بن ربيعة. بس مهما يكن هذه الشخصية، حتى يقول المؤرخ، أصبحت عالمة من عالمات أهل البيت. شلون يعني؟ ترى إلى يومنا هذا في كثير من الأشخاص بإمكانهم يبنون شخصيتهم على المستوى العلمي، على المستوى الاجتماعي، يقدر يبنيها، المجالات مفتوحة، لكن تشوفه معلق نظره على شنو؟ على الرصيد البنكي، وعلى البناء المادي، وعلى يدور إلى عمارة ما أدري شلون، ويرد راح راكض وراها. لا يا مولاي، انتظر شوية، تهيد على روحه. ترى الإنسان في هذه الدنيا عابر سبيل، في القبر لما يروح الإنسان يمرون البشر مو على واحد مدفون، ترى هاي كلها رفات وتروح وانتهى الموضوع، عظام متراكبة على بعضها البعض. الناس تمر على عمل إلى عمل على عمل على هذا القبر، ولذلك نمر على قبور تستوقفنا، نقول رحم الله صاحب هذا القبر، إلى دور اجتماعي، إلى عطاء فكري، إلى مساهمات اجتماعية، نترحم عليه ونقرأ على قبر الفاتحة. حتى لو على مستوى القرية، ما نقول على مستوى الدولة، على مستوى القرية، إلى عطاء يستوقف كل أهل القرية يقرون إلى الفاتحة ويذكرون بالذكر الجميل. وأكو واحد لا دافن وياه في قبره عمل شري، من يمر عليه واحد يلعن ويلعن بعد، حتى مسكين أبوه أمه ما يسلمون، يقولوا شوفوا إيش جايبين إلينا، الله فكانا منا وارتحنا، وياخذ بعد لعنات زيادة. عمل يا مولاي، هذا يمرون على عمل، يمرون على عمل. ذلك ما ذكرناها بالأمس أو لا، الإسكندر المقدوني الذي ملك المشارق والمغارب، جو يبغون يدفنون بلفون في خرقة وبيفلتون في قبره، كل ما لفوا طلع عيادي ثنتينهم على هذه الخلقة، يردون يشبكونهم، يرد يطلعهم. ايش في هذا الرجل؟ مر عليهم حكيم قال ويحكم دعوا أيديه خارج، خلوا الأيادي برا. قالوا ليش؟ قالوا إنه يبعث إليكم برسالة. شنو رسالته؟ قال كما دخلت إلى الدنيا صفر اليدين، أنا بطلع منها ما عندي ولا فلس واحد. أموال في القبر ما بيسألونك وين كشف حسابك في البنك، ما بتود، لا بيعطونك قرضهم، لا بيخلونك كشف الأعمال، عندك كشف أعمال، ما عندك رحت خلاص انتهى موضوعك. ذلك أم البنين شخصية مناقبية بنت نفسها بنفسها. العباس في كربلاء صلوات الله عليه
ترى ترجمان إلى أم البنين. ذلك الوقت المرأة ما كان بإمكانها أن تظهر مقومات شخصيتها، مو نفس اليوم. المرأة اقتحمت الحياة ويا الرجل، تزاحم الرجل في الرجل في حياته، حياة الاجتماعية، حياة الاقتصادية، تزاحم الرجل. بالأمس لا، المرأة كانت في البيت في المنزل. ولذلك أخذ الصفات أبو الفضل صفات أمه، طلعها فين؟ في كربلاء. هو 34 سنة أبو فاضل، صفات أم البنين تتجلى فيه شيئا فشيئا إلى أن انفجرت في كربلاء. عطاء أبو الفضل العباس هو عطاء أم البنين، نبله، كرمه، شجاعته، كلها من أم البنين الطاهرة. أم البنين، وما أدراك ما أم البنين. لذلك يا مولاي، لما نجي إحنا إلى شخصية العباس ونحلل هذه الشخصية العظيمة، العباس لما نزل في كربلاء، البعض يتصور أن العباس ضحى بنفسه وانتهى الموضوع. لا، أقول لك، في كثير من الناس يقول أنا قدمت روحي، مستعد إلى يومنا هذا، موجودين مؤمنين يقدم روحه في سبيل الله، ماكو عنده مانع. لكن العباس بعد ضرب أروع الأمثلة عندما قدم كما يقول العلامة المجلسي ولدين من أولاده في كربلاء. عنده ولدين استشهد في كربلاء. من هم أولاده؟ قالوا العباس عنده 5 أولاد وبنتين. الولد الأول الفضل ويكنى به، الولد الثاني القاسم ويكنى به، لأن جابر بن عبد الله لما راح لزيارة الحسين وقف على قبر الحسين ومضى إلى قبر العباس قال السلام عليك يا أبا القاسم. 3 عند محمد، 4 عند الحسن، 5 عند عبيد الله أو عبد الله. هذا عبد الله، كل نسل العباس من هذا الولد العظيم عبيد الله أو عبد الله. لذلك احنا نقرأ في الرواية لما أم البنين طلعت إلى بشر كان ولد على ذراعها حاملتنا اسمه عبد الله أو عبيد الله، هذا هو ولد العباس الذي منه نسل العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام. عند 2 استشهد في كربلاء، من هم؟ قال القاسم ومحمد، استشهد مع والدهما العباس في كربلاء، استشهد. فهنا الفخر أن الإنسان مو يقدم بس روحه، لا، يقدم حتى أولاد ضحايا من أجل العقيدة. فالعباس ضرب كل أمثلة. لذلك الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول إن لعمي العباس درجة يغبطه بها جميع الشهداء في الجنة. وصلها من فراغ؟ لا. احنا بالأمس أخذنا مقومات الشخصية المؤمنة، 6 مقومات. العباس تخطاها مقوم بعد مقوم، ثباته. تعال روح شوف العباس، ثبات منقطع النظير، رجل لا تتزحزح عن الحقيقة وعن الإيمان قيد أنملة أبدا. العباس ثابت. ذلك تقول الرواية الشمر لعنه الله جاء من وراء المخيم ينادي بالعباس وإخوته، نكس العباس رأسه خجل وحياة. التفت الحسين إلى العباس أبو فاضل أجب الرجل وإن كان فاسقا. قام العباس إجا مع إخوته وقف أمام الشمر، ما تريد يا شمر؟ قال هذا أمان لك ولإخوتك من الأمير. أمان لشنو؟ قال حتى تتركون الحسين وتنجون بأنفسكم. نبط العرق الهاشمي بين عينيه، قال ويحك يا شمر، أتأمنني على نفسي وسبط رسول الله؟ لا أمان له. لعنك الله يا شمر ولعن أمانك. يلا روح قبل لا أجرد الصارم، والآن أضربك ضربة واحدة. أنا أتنازل عن نصرة أبي عبد الله الحسين. ثبات. 2 انشراح الصدر. 3 الحكمة. 4 التقوى. 5 اليقين. 6 الاطمئنان. مطمئن العباس، مطمئن، شخصية عظيمة العباس. إحنا لو جينا فقط إلى الاسم، البعض حتى اسم العباس نذكره دائما، عباس والعباس، ماذا يعني اسم العباس؟ البعض يتصور أن جاي العباس من العبوس، من الغضب. أقول لك أصحيح هذا المعنى موجود باللغة العربية؟ لذلك السيد حيدر الحلي يستفيد من المعنى، يقول عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. بس مو هذا المعنى اللي يريد أمير المؤمنين من هذا الولد، لا، أكو معنى ثاني. العباس قالوا اسم من أسماء الأسد، وبالفعل العباس أسد هصور. لما نزل إلى المعركة وصرخ تلك الصرخة، من صرخة ذاك الجمع مثل الرحى دار، يقول أبو يوسف
فروا من أمامه من صرخة أبو فاضل. وأقول لك هو لقب قمر بني هاشم. إذا هو قمر بني هاشم هذا يعني شلون قمر بني هاشم؟ المظهر الخارجي إلى العباس كأنه القمر الطالع، ما يتناسب ويا واحد عابس وكله غضبان، ما يصير قمر وغضبان، لا، هو أسد في المعركة، أسد مع الحق ما يتزلزل، وقمر بين بني هاشم. وهذا مو من فراغ، أبو أجداده يقول المؤرخ، ها يقول السيوطي في الدر المنثور ابن الأثير يقول عبد المطلب كان يلقب بقمر البطحاء، هاشم كلهم كالأقمار الطالعة، عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله كان يلقب يسمى بقمر الحرم، الحسين يسمونه قمر بعد، إذا تبسم أضاء في الليلة الظلماء. أكون أقرأ رواية نمر عليها، تقول الرواية أن العباس إذا سار في الطريق المظلم لا يحتاج إلى نور ينير به الطريق، نور من وجه. تعال هذا مو عجب ترى يا مولاي، كل مؤمن الله تبارك وتعالى يلقي عليه من نوره وضيائه، كل سيماهم في وجوههم، فشوفها من الطالع وجهه أنت ترتاح نفسيا، ليش؟ لأنك تنظر إلى نور من أنوار الله ألقاه في وجه هذا المؤمن، الإنسان اللي بيحافظ على صلاته وصلة الأرحام، ماكو عنده خطأ في حياته، هذا بعد الله تبارك وتعالى يضيئه بنوره. احنا قلنا بالأمس انشراح الصدر نور من نور الله، ويظهر هذا النور من القلب إلى الجبين إلى الوجه فيضيء بنور الله تبارك وتعالى، والعباس كان يضيء بنور الله، يضيء بنور الله العباس صلوات الله عليه. تعال شوف الشهادات اللي حصلها العباس من عند المعصومين، شهادات عجيبة. إمام الصادق يقول رحم الله عمي العباس لقد كان نافذ البصيرة صلب الإيمان، شهادة إمام معصوم. الإمام الصادق في زيارة العباس يقول سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين عليك أيها العباس ابن أمير المؤمنين. الله بعظمته يبدأ بسلامه على العباس، لا تتعجب، مقامه عظيم، والله بين مقامه في الدنيا قبل الآخرة، ترى الآخرة مقام العباس محفوظ إلى العباس. وأكو روايتنا تقول أول ظلامة ترفع في المحشر ظلامة أبي الفضل العباس، أول ظلامة تأتي الزهراء بأبي وأمي، عن يمينها عن شمالها الملائكة يزفونها زفيفة يحفونها حفيفة، فيأتيها النذا حبيبتي فاطمة اشفعي اسأليني تعطي، أتريدين أن أنتقم لك في هذا اليوم من الذي كسر رباعية رسول الله؟ قالت عزيز علي لا، من الذي عصرك بين الباب والجدار وكسر ضلوعك الزهراء؟ قالت لا، من الذي عمم أمير المؤمنين بسيف في محرابه؟ قالت عزيز على قلب أبو الحسنين، بس لا، الحسن الذي تلوع بالسموم تريدين أنتقم من الذي لوها مزق قلبه وفؤاده؟ قالت لا. تقول الملائكة أكيد الزهراء بتسأل عن الحسين ملوع فادها حارق لها فادها الحسين، تريدين أن أخذ بثأرك من الذي ها وطاب نعله على صدر أبي عبد الله ومكن قاضبه منها؟ قالت عزيز علي أبو علي، لكن لا يا ربي، فتخرج منديلا فيه كفين. زهراش حاملة في يدك؟ قالت إلهي أكو وحدة في الدنيا كاسب علي جميل، هي وولدها، هي ولدها، رجعت الضعينة ما سألت عن أولادها، وهذا بعد ولدها نزل إلى المشرع وما شرب الماء علشان خاطر ولدي الحسين، وهذا اليوم أريد جازيهم أراوي العالم عظمة هالأم وعظمة هذا الولد. الله أكبر، الله أكبر. وفي الدنيا ترى عظمة العباس تجلتها عند المعصوم. شي يقول الحسين عندما جاء العباس حتى يركب على صهوة جواده، يقول له اركب بنفسي أنت يا أبا الفضل. ترى المعصوم ما يصير يساوي نفسه إلا بمعصوم. وإحنا قلنا في يوم من الأيام أن عند الولاية التشريعية المعصوم يقول إلى أبو الفضل أنت مثل روحي التي تجري بين جنبي، اركب يا أبو فاضل.
كسر ظهر أبو علي أبو فاضل، كسر ظهره. تقول الرواية حميد بن مسلم تقول لما الحسين جاء على مصرع العباس وراد يرجع إلى المخيم، يقول كل شوية يجلس الحسين وحاط إيده على خاصرة أبو علي، وش سوى فيك أبو فاضل؟ قال كسر ظهري، كسر ظهري أبو فاضل. وترى فقد الأخ مؤلم، والله مؤلم فقد الأخو، الله لا يلوع فادك بفقد أخو، لكن اللي فاقد أخو يعرف 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 وين الإمام الحسين ليش انكسر ظهره. يدخل على زين العابدين في ليلة العاشر يقول له بني احنا باكر نتذبح كلنا وما تبقى إلا أنت، وترجع بعد 3 أيام ادفني في مكاني وخل حشاشة جوف الأكبر تحت رجلي وخل ولدي عبد الله الرضيع على صدري حتى ما يشعر باليتم هو في هذا العمر، خل على صدر أبوه. وجيب الأنصار الأجانب كلهم، وجيب بني هاشم، هذه لين في حفيرة وهذه لين في حفيرة، كلهم ادفنهم. وبتروح على المشرع لا تحرك عمك، خله في مكانه، ادفن على المشرع. ليش أبو علي؟ هذا هدف الإمام الحسين، يراويك عظمة العباس، يريد الناس إذا طلعت من عنده وتشوف قبة أبو الفضل العباس تنادي لبيك يا عباس. وانت رايح العزا وشايفنهم العزا وين يدخل؟ يدخل عند أبو فاضل ويروح إلى أبو علي، ويروح عند أبو علي ويروح إلى أبو فاضل. هذا العزا اللي يريد الإمام الحسين، يريد راويك عظمة العباس صلوات الله عليه. لا إله إلا الله. تروح إلى كربلاء وإذا تشوف حرم المعصوم، حرم المعصوم بعد إمام معصوم، وإذا حرم يضاهيه علوا وشموخا، عصر حرم من هذا، يقول لك حرم أبو فاضل، أبو الفاضل اللي ضحى بحياته من علشان أخوه، لأجل العقيدة، لأجل الدين، لأجل المبدأ. لذلك الحسين كل ما واحد إجال يريد الرخصة يرخص إلى المعركة. وخلصت أنصار أبو علي، قاعد بالخيمة يعدل سيف أبو علي، ويندب ذلك الزمان يا دهر أف لك من خليلي. وإذا بواحد منكس راسه جاي إلى أبو علي، انحنى على أقدامه يقبلهم، أبا عبد الله تأذن لي. أبو فاضل ارجع إلى الخيمة، أنا فقدت الأكبر تحملت، فقدت القاسم انفطر قلبي، فقدت الأحباب الأحبة كلهم الأنصار، لكن ما أتحمل أشوفك على البوابة. أنت نور عيوني أبو فاضل، أنت يميني أبو فاضل، ارجع إلى الخيمة. إذا مضيت يؤول أمرنا للشتام وتنبعث عمارتنا إلى الخراب، ارجع أبو فاضل ارجع لا تفجعني فيك. يرجع العباس يجلس في زاوية في خيمته ومخلي راسه بين ركبته، يتمايل ويبكي أبو فاضل شوية، وإذا يسمع ونين على راسه، يسمع حنين، يسمع بكاء، رفع راسه وإذا زينب حاملة طفل، لكن هالطفل ما يتحرك، على يمينها الأطفال، على شمالها الأطفال ينادون عم العطش قتلنا، عمي أبغي شوية ماء. يصيح أبو فاضل زينب شم جاي بالخيبة؟ قالت عباس عدنا طفل بموت، والنساء تلوعت على حالته، خلته بحجر أبو فاضل طالع، وإذا بلسانه على خد لسانه، وسوادة عيونه راحت إلى فوق، صارت عيونه بيضة. تقول الرواية ما يستطيع حتى يبكي الطفل، لأن الأم إذا ما شربت الماء ما عندها لبن ترضع ولده. فالطفل بكى بكى إلى أن أعياه البكى خلاص، بعد ما عنده طاقة. قالت لعباس بذمتك هذا الطفل بروح. وقف على قدم زينب، ارجعي إلى الخيمة أجيب الماء وأنا أبو فاضل. روح الخيمة. جاء إلى الحسين، رمى بنفسه على رجله، أبا عبد الله ائذن لي بالبراد، خلني أروح. ويتعفر عند أبو علي، انكسر خاطر الحسين، أبو فاضل قوم قوم أوقف على قدمك، تروح عني؟ يطالع بعين أخوه، دموع الحسين تجري ودموع أبو فاضل تجري، يقول له أبو فاضل ضمني ضمني وخلني أضمك ضمة الوداع،
ضمه قال للحسين لا أبو فاضل ضمني بحرارة إليش أبو علي؟ قال لأنك لن تضمني بعد هذه الساعة. أبو فاضل إذا كل ولا بد أطلب لهذه النسوة هالأطفال شيئا من الله. روح يا أبو فاضل في أمان الله في دعة الله الملتقى هناك يوم القيامة. أبو فاضل إجا مسرع العباس مبتسم، زينب حصلت الرخصة وين السيف وين القربة؟ جابت زينب وهي تدمع عيونها، جت إلى أبو فاضل، أبو فاضل انتظر شوي إيش عندك زينب؟ قالت أعطني إيدك اليمين قبلتها، إيدك الشمال قبلتها. شو تسوين زينب كسرتين خاطري أبو فاضل؟ قالت لانت يوم ولدوك قبلهما امير المؤمنين شفته يقبلهم، سالت امك ليش تقبل كفوف ابو فاضل وتبكي؟ قال لانهما تقطعان على الماء. يا اختي يا زينب قرب الجود ودل الذرع والطاس والعود، ولا من سمعت بروق ورعود قولوا عسى الوالي لنا امتطى على صهوة جواده. جاء إلى بني أمية أنتم كفراء أم مسلمون؟ شو عندك أبو فاضل شو تريد؟ قال أيجوز في دينكم يقتل الحسين يموت عطشا؟ أطفال عطاشة، نساء عطاشة، وهذا الماء تشربه الكلاب والخنازير. أجابوه بكلمة واحدة: أبو فاضل لو كان وجه الأرض كله ماء ولم تنزلوا عند أمر الأمير والله لن تذوقوا منه جرعة واحدة. تقول الرواية عند ذلك همز العباس جواده إلى ناحية المشرعة وكان عليها 4000 مقاتل. قلب الميمنة ميسرة، الميسرة ميمنة، القلب على الجناحين، خاض في أوساطهم، خرج من أطرافهم وهو يرتجز ويقول: أنا ابن خواض الغمرات، أنا ابن حلال المشكلات. قلب الميمنة ميسرة، الميسرة ميمنة. خاض في تلك الجموع شيعة موالون، عند ذلك كشفهم أبو الفضل العباس: حذر قمر هاشم على جيش العدا درع المنية وصار ما بتار لاج مثل الزلازل من حدر تسمع رعيد، متبختر مكيف ملاقى الموت عيه، حتم القضب سيفه وعزرائيل ضيق فضاها والعساكر شافته، شعت جبينه وصار ما تذهل بالابصار من صرخته، ذاك الجمع مثل الرحاد فاضت تفوف الغاضرية وصاحت النار. بس انت ليه تغمد البتارك يا سرد؟ عيون المسامي من ظهور الخيل شلع، كم حيد مذرع خطف والعسكر تضعضع، كل ما تراكم غيم نوره تشعشع، فرت حتم الموت يلقط وين لبط، وحسين لازم مركزه وتجري دموع. شوف نسف جيش العدا وفل نجمو، طلعت حزينة وتنتظر أرزينة برج، صيح الكفيل بطاع عساه يعود، قالها يا
زينب للنهار أرحول بجوج واخلي ملازمها عسى تسلم دخلي الخيمة وطيبي من الله يعود سورج تراه والذي لعيال شغله أين المناذون وعباس نزل إلى المشرعة خاض في ذلك الماء ملأ القربة شاف الماء يتلاطم كأنه بطون الحياة وقلب حار أبو فاضل كبدة متفتتة من الظماء وهذا ما يبارد غرف غرف أدناها من فمه ورماها تفكر ترى العباس نسى الحسين على المشرع والله ما نسى هذا يراوي العسكر والعالم يقول شوفوا الماي أمامي ولو أشرب أثنيكم عن آخركم لكن أكو إمام معصوم ينتظرني بالخيمة ما أتقدم عليه حتى بالماء هذا الماء يجرب طول حياة وضوقا قبل أخوي أحسن هات وظن طفلة يا والي يا والي يا والي من العطش مات يا ليت الماي بعد لا حلى ومر امتطى على جواده شيعة موالون سلة صارمة وإذا بابن سعد ينادي ويحكم اقطعوا على العباس الطريق أيوة عباس شايف بروحه بالمعركة أبو فاضل والجيش كله عليه مال الجيش على العباس فأحاف حال بينه وبين المخيم عند ذلك صال فيهم مناديا أنا ابن حلال المشكلات أنا ابن خواض الغمرات قلب الميمنة ميسرة الميسرة ميمنة عند ذلك كمن له ابن الطفيل شاهرا سيفه فضرب العباس على يمينه وعباسا وسيدا عند ذلك حمل السيف بشماله مناديا والله إن قطعتموه إيوان إني أحامي أبدا وعن إمام صادق نسل النبي الطاهر خاض في أوساطهم قاتلهم قتال الأبطال عند ذلك كمن له لعين ونلون على أبو فاضل أين المنادي وعباسا وسيدا وحسينا عند ذلك كمن له لعين فعندما مر عليه العباس رفع سيفه وضرب العباس على شماله سفي على وحدتك أبو علي سفي على وحدتك أبا عبد الله لا يمين ولا شمال وإذا زينب على باب المخيم تشوف لواء أخوها الأعظم يتمايل يا إلى اليمين ويا إلى الشمال حطت إيدها على قلبها تقول أخوي يا حسين إيش في أبو فاضل حسين ضم زينب إلى صدره قال لها زينب أخونا قطعت يمينه وشماله لطمت على صدرها منادية وأخا تقول له يا حسين عباس البطل ليكون طاحت رهب
سالم ولا يشيل العلام ما هي الشفية عهد جاء أهل ذا من المعركة يا اختي يا زينب قطعة وشمالية دارت علي صفوف لا تترقب حال القضايا مخذرة بينك وان كان طحت على الثرى سلوسك منكم يا زينب ايست للخيم معه جفوفي تراه تقطعت وتمزقلك والسيف ما ينشال يا زينب والطير ما يطير وجناح كاس لكن قول لأخويا أبو علي إيه التفت لي كان وقعد فاق الثرى هاي الحاق أبا انظر بعيني غرتي قبل وبلغي سلامي الوالدة برض المدينة آجركم الله يقول حميد بن مسلم كسر خاطر العباس يقول موقف حيرني أبو فاضل شو بيسوي يقول بينما هو في حيرته وإذا بسهم قد أصاب القربى فأريق ماءه صاح العباس وأخاه وعسينا يقول وين الموقف اللي حيرك يا حميد يقول بينما هو في حيرته دموعه تتجارى وإذا بسهم قد أصاب عينه اليمنى يستاهل الون يستاهل الون أبو فاضل باب الحوائل يقول حميد أخذ يتمايل ذات اليمين وذات الشمال بعد ما عنده أيدي جود بها الفرس يقول الحين العباس إذا وقع بيوقع على حر وجهه وسهم في عيونه من وين بيطلع ذلك أخرج رجلاه من الركاب وضع رأسه بين ركبتين بينما العباس كذلك إذا بعدو ملعون أقبل بعمد من حديد وضرب العباس على رأسه أين المنادي يا عباس ففلق هامته ووقع العباس على التراب ينادي عليك السلام أبا عبد الله أخويا أبو علي أخويا أبو علي تقول الرواية جاي مسرع الحسين يهرول ويداه على خاصرته وهو ينادي أخويا وينك أبو فاضل جو اللي يشوفه يتعفر على الأرض يضرب برجله على التراب أسفي عليك أسفي عليك أبو فاضل أبو فاضل وين يمينك وين شمالك قال تقطعوا أبو علي راحوا راحوا يقلع للعلم خليت ذرعاني وضميت لصدري والعمد جاني وتاليها طحت عن شهوة حصاني وشفت امك وشافتني يا نور العين واحسن جت لي وشالتني عن الغبرة وضمتني الحجرها فاطمة الزهرة تقول حسين جالك من كسر شلون عرفت امي ابو فاضل وشفت العين ملطومة يا اخو يا حسين وشفت العين ملطومة يا اخو يقول
يقول له يا اخوي ابو الفضل في وين الجفوف؟ قال له يا اخوي تقطعت ما بين الصفوف ودمي على عيوني جمد يا حسين، نشف دمومي يا بقية آلها. احتمل العباس عزة مشيله للمخيم قال مارو ساعدني خلي على الشاتي اعالج طلعت مقدار اروح الخيم وانظر زين وانظر دمع سكنة على الخدين واحسن. التفت العباس الى اخوه اخر لحظات ابو فاضل ابو علي انا 34 سنة ما طلبت منك طلب واحد، انا خادم عشت لك ابو علي واظل خادم لك ابو علي، بس عندي طلب خجلان منك. ايش عندك ابو فاضل؟ قال الاخوان اذا بودعون بعض وش يسوون؟ قال يضمون بعضهم البعض الى الاحضان. قال انا ما عندي ايادي، لا يمين احضنك ابو علي ولا شمال. انت عندك ايادي ابو علي، الله يخليك لاولادك، خذني الى احضانك وضمني ضم ابو علي، خليني اشعر باخوتنا اللي ما افترقت 34 سنة. قال لي ابو فاضل تعال تعال الى اخوك. تقول الرواية احتمل العباس ضمه الى صدره، عند ذلك اخذ العباس يرتعش واذا بروحه قد فاضت. خلى على المشرع ورجع أبو علي. يقول حميد بن مسلم ساعة يقعد أبو علي وساعة يقول كسرت ظهري أبو فاضل. رجع وإذا النسوان كلهم على الباب جالسين ينتظرون، ينتظرون الحسين يرجع وإيده بإيد العباس. زينب تقول له وين أخونا؟ وين أبو فاضل؟ أشوفك راجع بروحك أبو علي. ما أعطاهم جواب، راح إلى خيمة العباس، شال العمد طاحت الخيمة، فصاحت زينب واذلّا وأخا وعباسا. إيه أنا عندي أبيات ها أوقف إياك وقفتين هذا اليوم وأسألكم الدعاء. نعطي أبو فاضل حقه، ألطم شوية نلطم على أبو فاضل وبعدين نروح عندنا بيتين ثلاثة وأسألكم الدعاء. يستاهل يستاهل أبو فاضل يستاهل. يا بنات حسين قومن رذابوا سكنة واحد. إيه لطم ثلاث لطمات. يا بنات حسين قومن رذابوا سكنة واحد، شوفيت مكسور ظهره ظلتي راح العظي، شوفيت مكسور ظهره ظن صرخاتهم كلثوم وسكنة وطلعن بالعجل. يا علي زينب تنادي لها تكنة كان ابو فرج جد. رحتين يا زينب ضعتين والشهيد حسين ينحب والدمع من يهل، نادته سكن العزيزة وين عمي، نادته سكن العزيزة وين عمي يا شهيد. يا الله اضرب اضرب يستاهل ابو فاضل. قالها لطمة بس واصل شيخ العشيرة دار نعله الحرم. زينب تقول له يا خويا وين شيال العالم؟ قال منا يا حزينة بو الفاضل باع السهم،
واستحب نوم الشارع وجيت يا زينب واحد واستحب نوم الشارع وجيت يا قالت وصف لي أحواله قال مخ على الكتوب والساهم نابت بعينه يا حزينة ولا يشوف راح أخونا شاعر راسه مخضب بدمه ومقطوع الجفوف قوم نمشي نعالجه قال المعالج ما يفيد قال نمشي نعالجه قال المعالج هني قال لك هني قال لك اضرب أعظم بيت عند أبو يوسف في هاي القصيدة نادى تادن هاب بهالنسوان روح الجثة ودني إليه ناخدو يا ناناعش حتى نشيل جنازة كافيلي يا أبو علي ودي أعاين غرة قال ما ينشال يا زينب مقطع بالحذف قال ما ينشال يا اي مأجور مأجور بيتين وأسألكم الدعاء وقف اللطوم هذه البيتين آلينا على أنفسنا إلا أن نأتي بهم ولو شوي أخذنا من وقتكم مأجور أجرك على الزهراء على العباس على أم البنين شايف انت لما تروح الى كربلاء هالملايين اللي تروح الى كربلاء زوار وزيارة الاربعين كل يسجل فيها هنيئا للذين سجلوا لكن اقول لك ترى كربلاء مو بروحك انت هنا اكو واحد ينظر الى الزوار وياخذ بحوائجهم مثل ما دخل الضعين بكفالته هو يتكفل بالزوار اسألكم الدعاء بهذه اللي عنده مريض اللي عنده حاجة هذه ابيات الدعاء يا خويا حسين زواري لفوم سائر البلدان كيف اقدر بلا جفين اضمهم خويا بالاحضر يا خويا حسين اترجاك رجع لي جفيني وبالراحة وبالراحة يا روح الروح شيل السهم من العين يبغى يشوفك أبو فاضل أريد أنظر أريد أنظر لزواري يا خويا شلون تبجيني واقضي حاجة المحتاج بإذن الواحد الدية يلا اسمع وإذا تقدر إلى قبري تشرفني يا نور النور زينب لا تجي وياك عزيزتك هذه أبو فاضل ما تبغى ليش ما تبغى حرمك أبو فاضل ترى مروعة طلعت من الشام من الكربلة روعوها وهي في قبرها بعد روعوها زين إذا تقدر إلى قبري تشرفني يا نور النور زينب لا تجي وياك وحق ظل عمك المكسور أخاف تشوفني وتسأل عن وعد بشهر وأنا منها ومن سكنة يا خويا وش كثر خجلة إجابة أبو علي أنا لا أقدر زحف جيتك بس اعذرني يا عباس سهم عينك سطب قلبي وغيب مني الأنفاس وإذا رأسك اسمح لي وإذا رأسك يا خويا انصاب أنا جثة من الرض لاصق بصدري
من الرضل أصق بصدري رضيع المنذبح عطشة، وإذا خجلان من زينب، زينب بعد خجلان. ليش سباها الطاغية للشام وغصب دخل هدي، وأمام عيونها راسي ظل يكسر أسلاله. ما رجعت بالأمانة، مستحية تزيل كربلة. رقية رقية حضنت لراسي وماتت حسرة بالحرمة. لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم إلهي بغربة العباس بمصيبته، إلهي بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني. فرج عنا فرجا عاجلا يا الله يا الله. الإخوة الحاضرون فردا فردا المسببون لهذا الشرف العظيم، احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ومن تحوطه عنايتهم، ونحن وإياهم يا الله إلى موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات أجمعين. لا سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار موت المؤسسين والحاضرين، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.